بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا موعد جديد من كلام القلب. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM احلى راديو. الأربعاء 17 أبريل 2024، كل تحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة. حلقة جديدة من كلام القلب من توا حتى لل 11 متاع الليل. نعتذروا على التأخير شوية، تعطلت شوية في الترانسبور، مع خرجت مخر شوية مع الماتش السيتي وريال مدريد، واحد شاي للريال دقيقة 60 وخلطت مخر شوية، نعتذر منكم. كلام القلب كالعادة راحة نوعية زمنية للعقل، والكلمة تكون للقلب لمدة ساعتين على الرقم 31 308 ألف 31 308 ألف. كل التحية لكم متابعينا لما كنتوا في المتابعة. طارق شبيك روتار، تعطلت في التران يا حبيبة، تعطلت في التران شوية ترانسبور، وزيد خرجت مخر. الريال والسيتي شدوني شوية ماتش، الحقيقة السيتي تكور والريال تماركي واحد بلاش للريال في الميتون الأول. في كلام القلب اليوم، بما أنه غدوة تفهمنا باش نحكيه على حكاية أماني، فجبنا اللي نعملوه نهار الخميس حطيناه اليوم، اللي هو دوشوا ياما قلب مفتوح لطف عليكم. يعني تطلبنا تحكي لنا أي قصة حب عشتها من ربطوك بحتى شيء، ولا الثانية اللي هي هاتف مفتوح، واللي ملي قلت لكم عليها فرحتوا. هاتف مفتوح ايش معناها؟ تطلبنا انت ما تعطينا حتى معلومة عليك انت، فقدت المعدة، ملاك تاخذ عليك المعلومات، انا ما نعرف عليك حتى شيء، وانا والناس اللي في الكومنتريات نحاول نطلعوك بشوية بشوية، نحاول نطلعو اسمك، نحاول نطلعو عمرك، ايش تعمل في الدنيا، حالتك المدنية، شعورك العاطفي، فمن خلال الزنديس اللي احنا نعملوهم نحاول نطلعوك بشوية بشوية. حلقتنا دونك تتقسم لزوز اجزاء، اما هاتف مفتوح اما قلب مفتوح لطف عليكم، وهو اي قصة حب عشتها انت تجم تحكيها لنا ما نربطوكش بحتى شيء، والا هاتف مفتوح وهو تكلمنا وما نعرف عليك حتى معلومة، واحنا نحاول نطلعوك بشوية بشوية. كل التحية للناس اللي تتابع فينا على شين يوتيوب EFM TV ولا الباش فيسبوك راديو EFM. كيف كيف تحية للناس تسمعنا من خلال كرهبة واحدة واحدة في الكيسات، ربعين كل مستمعينا اللي يسمعونا من خلال الأعمال متاحهم. احنا موصلين معكم حتى للحداشة متعليل، فاصل ورجعين معكم بعد شوية. بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. 9:26 رجعنا معكم في كلام القلب. كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة. في كلام القلب اليوم عنا جزء أجزاء كالعادة، إما الجزء الأول وهو قلب مفتوح، تكلمنا تحكينا أي قصة حب عشتها أنت من ربطوكش موضوع، ولا الجزء الثاني واللي هو نعرفكم باش تكلمونا فيه أكثر، واللي هو هاتف مفتوح تكلمنا ما نعرفش عليك أنا معلومات، ونحاول نطلعوك أنا وجماعة في التعليق، وحتى أنتم اللي تسمعوا فينا تجمعوا تحاولوا تطلعوا معنا الشخص اللي معنا إيش كونه، إيش يعمل في الدنيا، قديش عمره. يلا معنا. ألو عسلامة، أهلا وسهلا. ألو ألو طارق، منك لباس؟ الحمد لله. معنا دونك أنت هاتف مفتوح، ها لازمنا نطلعوك. أي أكيك بيه. هاي سيدي في الكومنتريات قاعدين الساعة قاعدين يتفاهموا، يعملوا جروب واتساب ولا يعملوا جروب انستغرام مع بعضهم، يحبوا يوليوا يتلموا مع بعضهم الناس اللي تابعوا كلام القلب. هاي ركزوا مع صديقتنا اللي معانا في التليفون، ونحاولوا نطلعوه. على 10 قديش سعيدة انت؟ 8. قديش عندك سعيدة 8؟ عام وانتي 8. باي. على 10 قديش حزينة؟ 0. 0. باي. فما حاجة يعني خليتك عندك عام وليت فرحانة 8؟ اي باي. ترى نحاولوا نطلعوها يا جماعة. شنو هو الحاجة اللي عندها عام صارت وفرحتها خلتها توصل فرحانة 8؟ أمل بن فرج قالت اتخطبت هذه،
عندها عام. لا ب اي سيدي ماما مصيب باش يطلعوها. كيفاش صعيب باش يطلعوها؟ اي رنيم قالت عرست. لا مانيش معرس. باهي مانيش معرس. مانيش معرس. اي سيدي خذت الباك قالوا. لا لا علاش رحمة عطات كومونتير ما عنده حتى علاقة بالحالة نتاعك، قالت لك عندك شكون توفى. وهي فرحانة ثمانية لهالدرجة تكره هي باش فرحة ثمانية. باهي تراك معانا تراك معانا خلينا نشوفوا الأكسيون هذيا نتاع السيت تتماركيش. أي ما تماركيتش. باهي تخاطبت ليه شدت خدمة ريم تقول. لا سافرت. لا سافرت. قالت قالت لك راني مقرب لنا. حاجة قريبة لي برشا. أمك مشات للعمرة. قربت. بالله؟ أمل إيه؟ أمل بعدتنا حليت بروجي. باهي. التروفي أن جونوم تحجبت. هي ليها هي موجودة في القرآن حاجة هذي. موجودة في القرآن؟ ايه دخلت الاسلام. مشيت للحج. ليه عمره عمره بو. لا موجوده في القران تحجبت ليه ولا تصلي ليه هي حاجه يعقدنا عليها ربي كان يعني ما كان ما نعملوهاش. ايه بطلت حاجه. لا حاجة هنا يا ربي كمان على ايش وليت تصوم. لا اقوم يعني صوم انا. ايه رحمة قالت لك في القرآن يا اخي كنت ديانة اخرى. لا لا كنا ايه سليت هي عنا الحاجة الناس الكل تكفلت بتفل. ليه هي تصير عنا الناس الكل يعني الناس الكل. ايه فما بيت تصير لهم فما بيت ايه اكها وما طلعناش قول لنا. عائلتي رجعوا لبعضهم يعني كنا متعاركين رجعنا يعني نحكي على سيلة الرحم. سيلة الرحم بوك وامك يعني؟ ليه عائلة بابا. عائلة بابا في بعضكم العمومات وكل كنتم متعاركين ورجعتوا. ايه سيلة الرحم رجعت بالكدا. ايه الحمد لله حاجه فرحت باه باهي يا لل اي سيدي نحاولوا نطلعوا هالانسة هالمراه هذه ايش تعمل في الدنيا باه وقتاش قمت اليوم ل 12 بعد التسعة باه 9 ليه 9 يا مام الاول كنت تقول 12 دونك انت بالضبط دونك ذارة ساعات تقوم 12 ياكيك وقتاش ترقد؟ بعد 11 ياكيك 11 رحمة قالت بطالة مترسمة. كيفي قال لا ما تعمل شيء بطالة ما شاء الله. لحظة عود رحمة قالت بطالة مترسمة كيفي. لا مش بطالة ما تخدم تقرأ. لا لا تخدم في مكتبة. لا لا ما تخدمش هي رحمة فما حاجة صحيحة مترسمة. لا بطالة. اي بطالة مترسمة ليه وبطالة اي اذا كاش تقصد هي ايه تفدليك بطالة مترسمة معناها بطالة عندك برشا اذا كاش تقصد في بالي يعني ان في بالك شنو في بالي يعني تقصد يعني قاعدة في الدار. هي بطالة مو قاعدة في الدار ولا لا بأس الحمد لله لا بأس. هوني ما هو معانا يعني نسمع فيكم. اي بالطبيعة ايه دوك انت في الدار عاطلة عن العمل. اي ما تخدمش الحمد لله. قديش عندك؟ 6 سنين. 6 سنين وانت بطالة مترسمة. ايه يا رحمة هاو كان نقطة خاطر طلعت
باهي دونك في الدار. وقبل الست سنين اش كنت تعمل؟ كنت نقرا بطلت. كنت تقرا بطلت باهي دونك نحاولوا نطلعوا عمرها. حتى انا باش طلع معاكم كان طلعت قبلكم هكا وناخذ هان 24؟ لا 30؟ لا في العشرينات. ها ايه العشرينات؟ لا لا مش عشرينات. ثلاثينات؟ لا نو لا 19؟ قربت 18؟ ايه 18 ما توقعها حد. ايه دوك انت بطلت في ال 12. ايه طارق نقطة ما لنا اخوانا نقطة. 19 سنة وفي الدار. شنو هي الحاجة اللي طلعناها الأولى؟ أي فرحانة خاطر العائلة، خاطر العائلة رجعوا. نحاولوا نطلعوا اسمها. اسمها هذيا هو البونتو. صحيت أو ماركات دي بروين ماركة السيتي عدلت. لا مو مش جمعياتي راه، مو مش جمعياتي. أما ماني ماني أنا نحب برشلونة دوك نحب الريال تخسر. لا حقيقة أنا منحب حد كان جمعيتي سيابي. سيابي إي ما بنزرت دوك أنت. ايه بتبيع نحب جمعيتي. باهي ربي يخليك يخلي لك السيابية لل هاي. هاي. فريق عريق السيابية راهو أول فريق تونسي هز كأس إفريقية. إي نعرف. الكونفدرالية الإفريقية 89 الأولاد ولا 87؟ لا نسيت يا 89 يا 87 ناسي. حاسيلو. رحمة قالت لي يا طارق ركز مع المتصلة. إي مركزين معاها مركزين معاها. باهي نطلعوا اسمها هاي نطلعوا اسمها. امل قال بدينا طلعوا في اسمها احنا به سلمى. قلت نعم او لا. سلمى اسلام؟ لا. ايمان؟ لا. سوار؟ لا. دي بروين؟ لا لا دي بروين ماركه مش عليك انت. رودريجو؟ لا رودريجو ماركه مش عليك انت. مريم؟ لا. ابتسام؟ لا. محرز؟ ليه يا بنتي محرز على سيتي. سلمى ابتسام رحاب؟ لا. سيابية دولة قالت لك اسمها؟ رحمة؟ لا. ريم قالت ريم. ريم قالت اماني؟ لا. تطلع اماني الرقيق باهي. ديما تسمعنا انت ولا اول مرة؟ اي باهي. ديما نسمعك تحكي على اماني كل شيء. انس قال مبابي انس قال. باه اش قلتوا لي شباب؟ 88 سي بي عام 88 بينات لبيناتهم. باه عام 88 اول لقب قاري افريقي للفرق التونسيه كان من نصيب السي بي بلقيس. باه باش نتبعوا لعبتنا باش نقعدوش نطلعوا كيكه في المهموته. شنو هو المعنى نتاع اسمك؟ شنو يرمز؟ ما تقربلناش برشا عاد، ما تقربلناش برشا، مش اسمك نور تقول يرمز للضوء. اعطيني هكا لعبه جدمو كيما طارق نقول لك انا. حتى النجم الثقب سهله الطارق مثلا يرمز ديما نقول هذا زائر الليل التفسير نتاعو. انت شنو التفسير؟ للعالم ولا يرمز للعالم؟ نغم. باه رنيم. صحيح صحيحه. صحيح ورنيم يرمز للعالم. ايه كيفاش؟ ممكن نعرف نعرفك ما نعرفش فين يقولوا لي هكا. رنيم يرمز للعالم. اقعد معانا ترى. رنيم يرمز للعالم. نثبتوا رنيم معنى الاسم. هاي سيدي فرصة ديك ضيعتها سيتي. ها دي بروين شوت. ها به رنيم معنى الاسم. رنيم معنى الاسم. كونيكسيون تطلع في الراديو لحظة بركة. رنيم هو اسم عالم مؤن. شنو عندنا البونتويت تقولوا عليهم؟ دخل علينا يتفرج بابا. دخلوا علينا في البلاتو رنيم يتفرج في بالي. فلاش سكور. رنيم هو اسم علم مؤنث من أصل عربي ومعناه هو من الرقي الذي هو التحضر والتقدم. وين العالم يا لله؟ ما عرفش أنا نكون غلطة والله. منين جبتونا العالم؟ خسارة ما خليتونيش نطلع الجروب هنا. كنت جي فيديو مش نورمال. دونك رنيم العالم. هلو هلو بيه بيه. رحمة قالت لكم الراديو قالت المخرج بارتاجيو لو كونيكسيون مادام الواي فاي تاعب في الراديو.
هو مش كل مش الواي فاي تاعه، بما بحذينا شركه بحذ الراديو هنا تكبتي معنا في الواي فاي. قاعدين يقسموا معانا. اش قاعد يقول لي سفيان في ال... تليفوني هو اللي تعب. منطقي الحقيقه، منطقي به. بلق انس يقول لي يا طارق تنتفرج في الماتش بي دي في وانت تحرق لي في الماتش. اوكي اوكي، المشكله اللي انا بدي نتفرج لي بي دي في. انس دوك مع بعضنا الكل به. رنيم 19 سنه، بطاله مترسمه، فرحانه اللي دار رجعوا، حاولوا نطلعوا حالتها العاطفيه اخر شيء، حاولوا نطلعوا حالتها العاطفيه، امل نعطوا لها نقطه. اون كوبل قالت لك رحمه. امل بن فرج قال تقصد اسم عالم، كلهم اسامي عالم هذا كيك بي. امل اعطيناك نقطه. ريم توهامي قالت لك سيليباتير. وي هي ظاهره، هي سيليباتير من اللي قبيله. قعدنا نطلعوا اول حاجه نقطه سهله ذي، اخذتها اخذتها حبيبه. لا سلمى شنو مصاب كان مصوحب؟ شنو وي مصاب كان مصوحب؟ هاو عنا بحذنا وسام هنا تخلي تفرج تابع السبور سيليباتير تاخو عطيني نورو ناخو. عندهمش الحق يحكيو جماعه سبور في خارج الواحد يتعاقب. ما عندوش الحق، قال لي المخرج حلو الميكرو، ما عندوش الحق، ما عندوش الحق. نعطيك انا مواصفاته وقول لي تقبل ولا لا. اوكي ليش تاخذوا سيد مخرج هكا خذاه في الاف ام تي في. وسام شاب في ديما موجود في قاعات الرياضه. اي ماتش ايا تايت 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 تايت. فرصه يا رنيم، فرصه لدبروي، فرصه نتاع الثاني. يا 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 بونتو 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 بونتو. حرقنا انس خاطر انس تفرش في لي بي تي في واحنا عندنا هنا ريسبتور البين سبور. بي وسام دونك ديما تلقاه في الصالات، يا ما تلقاه في القرجاني، يا ما في رادس، يا ما تلقاه في الزواوي، يا ما في الحمامات، ديما في اي صاله نتاع سبور. اي ماتش موجود صعيب يهز عليك. كان ما لقيتش تذكره ينجم يدبر لك كره بركه، مهرجانات ما يدبرش. بحبوح طيب، ماهوش مشاكلي، لكنه عنده مشكله راني ماهوش معبر ياسر، ما يعبرش برشا. تحب الراجل هاك شنو؟ تحب الراجل هاك هو زاد يحب المراه اللي تحب هاك. اي مالا نسقولك في الرقم. اي ايه شنو تحب تقول له راني مادام يسمع فينا؟ قول ان شاء الله معرفه طيبه وان شاء الله اللي فيه الخير بصح. شنو العيوب اللي فيك مثلا باش يعرفك يبدا حاضر؟ اسمع وراه خدام معناها عنده وراه اف ام سبور 10 ودرج ومن توا تخلي حاضر. باركونت الاخبار تاع 10 مازال ما حضرتش. اي شنو العيوب اللي تقول له عليها؟ ما عرفت انا ما يعني. اي شنو عيوب؟ ما عندي حد حد شيء. ما عندك حد شيء؟ مالا خلينا نطلعوا احنا وحدنا. شنو هي عيوب الطفله هذه زعما؟ وانت قول لنا اي ولا. يا جماعه شنو هي عيوب الطفله هذه؟ حبيبه قالت وسيم ما شاء الله عليه منور ربي يحفظه. وسيم هو راه مش وسيم. ايه كيف اسم ولد عمتي؟ سلمى قالت يزينا يا طارق تحبنا نخسره بالسيف. يا خويا ان شاء الله يربح، تحكي على الريال والسيتي هنا. ايه ان شاء الله. حشام قالت رحمه. ايه انس قال سفيان لكحل والله يدفل الباهي يا طارق. ايه سفيان لكحل اليوم معنا في الاف ام تي في مش وسام. شنو عيوبك عاد؟ امل قالت حشامه. امنو قالت مغياره. ايمان قالت ناس ناسا. مغياره 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 باه اهو كفي باله ماله. وكان انت يدخل لك تفرج فينا في اللايف تشوفوا، ارجع شويه بالتوالي. اوكي مريقلة اي تو ما عنديش تو شنو؟ ما عنديش كونيكسيون. ما عندكش كونيكسيون؟ اعظم من احنا في الراديو انت. اعظم من حالتنا احنا كيف كيف، حتى احنا الواي فاي ضعيف هون. ميرسي بوكو رانيم اللي كلمتنا. يا عايش ان شاء الله نلقاوك ديما في الاستماع. عايش
وإن شاء الله ربي يرزقك الخير والسعادة في باقي التجارب. أمال بن فرج قالت هو ما عينوش ظاهر على وسام، ما هو يخدم وكله مركز ويحضر في بعديك بشي يتعدى ويعطيكم أخبار الرياضة وكل. يلا سيدي سيد المخرج، نخرج فاصل ونرجع ونعلق شوية على ماتش سيتي والريال، لطون يحضر التليفون اللي بعد. أوكي يلا فاصل قصير يلا. أسألة شخصية عنيدة توصلنا للدقيقة 87، توصلنا للـ 47 دقيقة ودقيقة 87 في مباراة السيتي وريال مدريد. كل التحية لكم متابعينا وين ما كنتوا في المتابعة. 1-1 بين السيتي والريال دقيقة 88. بليل بايرن وارسنال قايش عاملين؟ واحد بلاش للبايرن، دونك مترشح البايرن هكي بالنتيجة. هذه رجعنا معكم، ذكركم بجزئين في كلام القلب اليوم. الجزء الأول هو هاتف قلب مفتوح، تكلمنا تحكينا أي قصة حب عشتها أنت من غير ما نربطوك بحتى قصة معينة، ولا الجزء الثاني اللي هو هاتف مفتوح تكلمنا أنت وإحنا نحاول نطلعوك، ما نعرف عليك حتى معلومة، وبليزنديس نحاول نطلعوك. يلا ألو، على السلامة. على السلامة أخويا طارق، وعيدك مبروك. كان مخر، كان مخر، أنت شاكك؟ عيد مبروك الصراحة، أول مرة لأن أنت متصل مستمع ومشكم، أول مرة نتصل بكم ورحلت على تحصل مش نطلبكم عدة مرات تحصلتش عليكم. أول اليوم كتب خويا عيدك مبارك وفرحانين برشا اللي كلمتنا. أنت هاتف مفتوح، تحبنا نطلعوك ونشكر أخت ملاكي اللي هذا استعرية التاني ملاكي. أنت قلت لك هاتف مفتوح، لازمنا نطلعوك احنا. أيوه باه. يلا سيدي نعرفوا عليه معلومة اللي هو رجل، قولي سيد المخرج، قولي بحذك راديو سكروا خوي. لا بعيد عليه الراديو. بعيد عليك باي، حطوا بارلور. لا واضح لا بعيد، نحيت البارلور بعيد عليه. باي يا سيدي نحاولوا نتعرفوا عليه الشخص ذي اللي بحذنا. على 10 قديش سعيد؟ والله سعيد 9.5. شنو 9.5؟ ذي سعادة متاع جنات الخلد هذي. 9.5 بي؟ قديش عندك سعيد 9.5؟ أخذتا ما عنديش مدة طويلة كري. عندكش مدة طويلة، قديش مدة؟ حكيت ممكن عندي جمعتي التالي مني هنا كنت سعيد 9.5 على 10 كيك. 9.5 على 10 كيك بي؟ راني بدأت تتوقع. قالت لك اسمك منصف ولا عبد الله؟ لا الحقيقة ما اسمي ما يرمسني سنة زوز بيه. قالوا عرس 9.5 على خاطر مازلك يعرس. لا بيه هاي نحاولوا نطلعوا علاش السيد هذايا فرحان. سيدي 9.5 هاي سيدي نحاولوا نطلعوا. كان بعيد وروح، قالوا لك كنت بعيد على البلاد وروحت. لا اقرب لي الميكرو. مازلك عمل الخطبة؟ لا بنته عرست؟ لا عمل عمرة؟ لا ولاده فرحوه بحاجة؟ لا طلق؟ لا ولده عرس؟ لا عمل حاجة مازال عندها مدة؟ لا به. شنو اللي فرحك 9.5؟ الحقيقة فرحوني أخبار سارة مثل كما كان ننجح في حياتي، كما نجحت في الدراسة، كما فماش حاجة بعينها يعني. الحقيقة ما فماش، ما فماش حاجة بعينها كي كمان بخلينا نطلع وين فماش حاجة. ما قول لي فماش حاجة به. نحاول نطلع منين يكلم فينا السيدة ذي. البلاصة اللي انت فيها بحر؟ فيها بحر ويزورها السياح كل أي كل عام مش يزورها، ولخص في الصيف. جربة؟ لا يمشون هذه كل صيف سوسة حمامات؟ لا نابل قرب يس. لا قربة قليبي؟ لا. قليبي لا بنزرت؟ لا مشيت الساحل شوي. مشيت الساحل مهدية؟ لا
مهدية 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 شابة مستير مستير ليه مستير 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 طلعت هنا دونك نقطة لي أنا قبل ما نطلعوا اسمك تسمح لي نكملوا نعلقوا على ماتش ريال وسيتي دقيقة ونص هذية بعد نكملوا نسمح لك هاي خلينا نكملوا الدقيقة ونص هذية دوك مانشستر سيتي ريال مدريد أنا قلت نكملوا نعلقوا والناس كل دخلوا للبلاتو دونك يلا دقيقتين و47 ثانية في الوقت البدل الضايع مازال دقيقة ونص يمكن يزفر في ال94 وشوية 1-1 بين مانشستر سيتي ريال مدريد أفضل ماتشوات دور الربع النهائي في رابطة الأبطال الأوروبية خاصة في مباراة الذهاب حتى في الرتور يمكن أكثر مباراة فيها تشويق مع دورتموند وأتليتيكو البارح البارسا والبي جي الماتش شد ثنيته على بكري من بداية الشوط الثاني لأنه سيتي والريال 1-1 والحقيقة ما نعرفش حس ما تبعت أنا تو يزيد يقول لنا وسام بعد الريال السيتي حسيت أخير أكثر فرص وصلت أكثر للكاج من الريال حتى في الميتون الأول وقت اللي ماركيت الريال السيتي عكست أكثر من أنه جوارات ضيعوا حسيتها عكست حتى بعد الواحد واحد دي بروين جي وزوز كور متاع الهدف الثاني وفرصة الترشح الماتش هذا مازال مش مفهوم مازال مش محسوم لا في الذهاب لا في الإياب كل لحظة كل فريق ينجم يسجل كل فريق يكون قريب من الترشح 1-1 مندي ورقة صفراء الظهير الأيسر للريال مدريد بعد ما رودري البيفو بتاع السيتي خذا ورقة صفراء المباراة منطقيا ماشيين للأوقات الإضافية إلا إذا في آخر كورة توا وهي كورة للمانشستر سيتي إلا في آخر كورة كيا يكون الهدف الثاني وهدف ترشح لمانشستر سيتي كورة لرودري دي بروين دي بروين ركنية ركنية يا أخونا يلي مازلنا ما نعرفوش اسمك ركنية تبعها معانا من المستير آخر فرص المباراة آخر فرص مانشستر سيتي ضد ريال مدريد علاش مش وسام يا أخوي علق يا أخي علاش أنا نعلق نعم كل شيء عطينا ميكرو وسام خلي يحكي معايا سبور إذا عندك الحق حلنا الميكرو متاع وسام محلول الميكرو متاع وسام وسام حسين أهلا وسهلا مرحبا بيك طبعا. صديقنا من قسم الرياضة بعد شوية فلاش سبور سينو الركنية الأخرى خليها لي كنت ياي السيتي والريال كانت تماركة توا جاني مساج من مولى الإذاعة تخلص دوبل كانت تماركة الكورنيرا ذي وانت تعلق عليها يعطينا هاي الحقيقة ما عنديش برشا مع التعليق لا فرصة ذي يعطيتها لي يعطيك الصحة في دومي فينال الشامبيونز ليغ الاوروبيه كورنير تتوزع و الكره هالاند كانت تقريبا ما تماركتش في تقريبا اخر فرصه المانشستر سيتي ضيعها نتعدى للبرولونغاسيون مباشره الاوقات الاضافيه 1-1 بين الريال ومانشستر بين السيتي وريال مدريد مباراه في مانشستر مازال الوقت الاضافيه اوقات الاضافيه 30 دقيقه ونستناو شكون اللي باش يترشح منطقيا حتى توا مع البايرن في انتظار الطرف الاخر نرجع معاك سيدي في التليفون واضح معاك يا سيدي باش نحاولوا نطلعوا الاسم نتاعك يا خويا طارق اسمي يرمز الاسم الانتصار يرمز الاسم الانتصار رابح لا لا يلا يا شبيب عنا دقيقتين قبل ما نخرجوا يا شبيب نحاولوا نطلعوا في الكومنتيرات هاي حاولوا نطلعوا اسمه وش يعمل في الدنيا يا سيدي رابح منتصر منتصر صحيح صحيحة منتصر صحيح عندك نقطة صح امنو طلعتها مش انا دقيقة نقطة لباس مال منتصر الحمد لله لباس الامور يرمز الانتصار يرمز الانتصار منتصر نعم نحاول نطلع وشي تعمل في الدنيا قرب لنا شي تعمل في الدنيا كي اعطينا انديس خلينا نحاول كي نطلعوك شي تعمل في الدنيا منتصر الحقيقه كنت نعمل في سرعه شوي بطلت خليت شهادتي وبطلت كيفاش كنت نتعلم شوي في صنعة شوي خليت شادي وبطلت من التكوين المهني كملت خليت شادي وقعد في الدار قاعد في الدار ملا آخر شيء نحاول نطلعوا العمر متاعك يلا سيدي يلا نحاول نطلعوا العمر متاعه هو في الدار دونك سي منتصر في الدار من المستير راكش عنده مدة لا ما نتصورش 40 لا 40 لا 50 لا 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 60 لا في العشرينات في العشرينات 26
25 لا 28 لا 29 لا 27 26 لا 25 24 23 صحيح 23 23 سنة الصوت ما يثورش 23 سنة 23 سنة منتصر من المستير داهمنا الوقت منتصر عازب سيليباتير وحدك الحقيقة سيليباتير سيليباتير به آخر شيء على شكون تحب تسلم منتصر لأنه داهمنا الوقت الحقيقة نحب نسلم على نسلم عليكم نسلم على الأخت نازلت علي نسلم على عديس موفير طيبين شكرا لك منتصر عشان نلقاوك ديما في الاستماع شكرا لكل الناس قاعدين تتابعوا فينا الساعه الثانيه في بالنا باش نكملوها بلاش الماتشوات هكا باش تتابعونا اكثر يا اخي ومازال الاوقات الاضافيه نتاع السيتي والريال بايرن وارسنال تعرفوا النتيجه نتاعها بعد شويه في اف ام سبور مع وسام بن حسين قبل هذا الاخبار مع ايمان الطيب بعد شويه مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على اي اف ام احلى راديو